وبحث مستمر عن اختراق وسط ميدان نادي ليغانيس. تمشي الكره في تمريره طويله اتجاه مشاريب، مشاريب للقريعي، مشى القريعي في الجهه اليسرى، إيرلين قريعي وتدخل دفاع نادي ليغانيس الاسباني ومعه صفره الحكم، خطا لصالح دفاع ليغانيس الاسباني. إذا الكرة إسبانية ضرب بين المدافعين شكتبين بنزيان واستعداد لتغيير آخر من جانب الرجاء. إذا الدريوش يستعد للدخول ومشاركة زملائه في مباراة اليوم. تماس لصالح نادي ليغانيس، كتلفت بسرعة، تدخل عبد الجليل جميرة والكرة بالركنية، ركنية لصالح نادي ليغانيس. وتغيير في صفوف نادي الرجاء الرياضي. خروج القريعي ودخول تريوش. إذا تغيير آخر في صفوف فريق الرجاء الرياضي وركنية لنادي ليغانيس الإسباني من الجهة اليسرى لمرمى أنس أزنيت. كتلفات رأسية خطيرة، الكرة لحسن الحظ تمر فوق مرمى أنس أزنيت. نزل إيقاع المباراة بشكل كبير وضربة مرمى رجوية وتنفيذ لأنس أزنيتي وإلى من أنس أزنيتي في اتجاه هشام إصلاح. تدخل دفاع ليغانيس كيسترجعوا الكرة بشكل سهل. إذا الحكم يقول خطأ، تدخل من أيوب ناناح. تنزل ريتم المباراة والكرة بين أقدام لاعبي ليغانيس، كرة في طريقها المغادرة الملعب. لا في سطر الله كتخرج وتماس لصالح فريق الرجاء الرياضي. محمد الدويك في التنفيذ، محمد الدويك ورجاوية الكرة في اتجاه هشام إصلاح. تعود مرة أخرى لتماس محمد الدويك.